قبل ما اخش معاك في كل التفاصيل دي، في كل التفاصيل انا ناوي اتكلم معاك فيها في ماتش الكاميرون وماتش اللي حصل في ماتش المغرب واللي جاي كمان ان شاء الله بعد الكاميرون باذن الله لما ربنا يكرمنا، في قصه حلوه انت حكيتها لي قبل الهوا على طول وحابب اعيدها تاني قدام الناس. كنا بنتكلم انا والدكتور عادل والكابتن محمد عبد الجليل قبل ما يمشي عن كروش وبتاع، فراح دكتور عادل ايه بسرعه كده وهيديك موقف تاريخي كده حكايه حلوه على طول، فاحكي الحكايه. يعني اللي حدث في مباراه نيجيريا والقناعات اللي كانت عند كيروش كريم اللي زعلت ناس كتير منه وحتى مسؤولين وجمهور باللخبطه اللي حصلت في التشكيله، اللي انا دخلت عليك كده وانا داخل عليك انت والكابتن محمد عبد الجليل وانت بتكلموا في الموضوع وانت عندك قناعاتك بكارلوس كيروش بشكل كبير، بشكل او باخر بتفكرنا بذكرى وكانت ذكرى حلوه. لما استضفنا البطوله لثالث مره في تاريخنا، لان احنا استضفنا البطوله اول مره 59 ثم 74 ثم جاء الدور على 86 والبطوله كانت غايبه عننا بقالنا 27 سنه والناس كلها مستعده وبشكل كبير جدا من اجل الفوز باللقب، ونتفاجأ في مباراه الافتتاح زي ما حصل في مباراه نيجيريا مع مايك سميث الراجل الويلزي ان احنا بنخسر المباراه، والراجل كان في الوقت ده كان مقعد في المدرجات نجوم مقعد كابتن مصطفى عبده، كابتن طارق يحيى، ويمكن الكابتن شوقي غريب، بس الكابتن شوقي غريب كان لسه منضم للمعسكر بعد اصابه الكابتن ابراهيم يوسف، فيدوبك جه قبل الافتتاح بيوم على طول. حصل ضغوط على طول من الاعلام والمسؤولين، الضغوط دي اتت بثمارها، الراجل بدا يغير قناعاته وبدا يلعب بالنجوم ديت، وكان الكابتن طارق يحيى والكابتن مصطفى عبده من نجوم البطوله واللي كملوا، وكابتن شوقي غريب لما لعب في المباراه التاليه على طول امام كوتيفوار سجل هو كابتن جمال عبد الحميد، وده كان بدايه المشوار، فوزنا على كوتيفوار 2-0 ثم الكابتن طاهر ابو زيد هدفين في موزمبيق ثم الهدف الشهير بتاع الكابتن طاهر ابو زيد في المغرب ثم المباراه النهائيه والفوز بركلات ترجيح على الكاميرون. فبالتالي بصوره او باخرى كان نفس اللي حصل بالظبط، بدايه سيئه جدا في ظل القناعات كانت مش مظبوطه، ولكن وبدايه تشكيك كمان يعني وبدايه تشكيل بالظبط، تشكيك التشكيك كمان التشكيك في المدرب هنا والتشكيك في المدرب هنا بالظبط كده، قال لك يمشي هنا ويمشي هنا من اول البطوله، التشكيك والتشكيل وامور كتيره كانت متشابهه جدا بين الموقفين ما بين 86 وبطوله 2021.